إنجنير فيصل علي ورابي waxa magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay xilbana ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland qaar ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa saraakiil sare oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka oo u cudiyay wadani iyo kumanaan ka mid ah shacabka caasimadda Hargeysa إنجنير فيصل علي ورابي iyo masuuliyiintii kale ee soo dhaweeyntiisa ka qayb qaadanayay ayaa kula hadlay afaafka hore ee garoonka diyaaradu ka hadan isla markaana ka soo degan Ciqaal International Airport shacab weynihii soo dhaweeyay ugu horeenba waxa halkani ka hadlay xilba Saciid Curey Ahmed Khalifa oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland iyo afayay كحسب جماعات كي وطني محمد فارح عبدي فيصل علي حسين وما أنت إنه شيء واقع إذا نبتها الصومالي لا يلا هلك اللوغة دقاقيو صومالي هنولاتو قدوم فيصل علي راضي هنولاتو هنولاتو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه هلك ما تروح قصود وين قدوم يا إسبايسيكا مرنا قدومي حزب المعارضة قدومي سودو أنا واحد غلاونا قدومي سودو ويو الله أكبر الله أكبر ما أنت واحد سودو ويننا قدومي فيصل على ورابه وانكو سلطان أستان تقرأ كتموريه الصومالي لان وانينا نكوى ذا ديركسان هاي اللي حاش على ذا قرأ كرا وكاقبو وقدوميها وقدها دوين لا حشرة يعني صدح الحشرة قرين ما تجرى ونوى يا عرقة وحان سلايا هاي كوة تلادة هاي ما تجرى كقافي عنا كقرمضنا استقع أنا وقال لي حشرة على بلا كوة تلادة هاي ما أنت يا اي دلقة ما أنت اي كوة كامليان قبيا لدى نتع لنسيقى فقوقة بسوماري لاند ما أنتو دايو قيستين فيصل باروتي كقبضنا kestiisa isna waxa halkani ka hadlay gudoomiyaha xisbiga uu injineer Faisal Cali Waraabe wuxuuna shacabka soo dhaweeyay iyo masuuliyiinta booqay mahad celiyay soo dhaweyntii ballaarneed ee lagu sameeyay magaalada Hargeysa wuxuuna markala sheegay inaanay doorashada ururadu ka dhacayn Soomaaliland wuxuuna ganacsatada madax dhaqameedka culimada diinka iyo indhargadadka bulshada reer Soomaaliland ugu baaqay inay madaxweynaha Soomaaliland ku soo celiyaan xaydaabkii sharciga isla markaana uu qabto doorashadii madaxtooyada walaalayaal maanta دل كينو هل كماريو لبي صدو كاسين اي جرني مانتا مالن اينو نوغا اينو نوغا حمتين مجر توالا يورتينو دعي لهي دل كينو دجي والي مانتا والا ليالو حال جرتا او عداتي كوحي انتاسو دقال سميني سي مانتا او اينو علو دل كيني لغسو دولي او مانتا عالان لو سميستي خريدو دو او لدوني مانتا ان ريسو مالنا اسبراه اسكشرام او لمدوبو او دلك للدافع ايا ولا واح عداتي ان اي كوحدة شنطا سنوين مانتا دلك جوغين اي بوبكا دولكا دقالها اسكو دلك قبيالد وحينو قدرينو عداتي إن أي كوحدة أنا إتكلم وأقول لها حكمك شرعي كانوا قرمين ميل بس كذا ولايا شرعي كانوا ديغاني كي با كي دستور كها ولا إسكتيري دستور كانوا حقوريا حلمان كا صوبها الحسن كو صوبها الشرودي لكو صوب دور تمي تشبيا ماشو كبحيا ما تلوقت هالك تشوفتون المكان حلمان waxaa jira jirta guurtideeni maanta guurta jirtay maanta guurtiga jirta sharci ma sharci ma maanta ila warsheeg kuma fadhida een guurtida ee halaga tashado wuxuu igu jawaabaysaa sharciga isku haya sharciga ama isku haya waa ninka anaga meesha laga soo saaro waraabe taagi la samaysto الله يسمعي يا لنا ولعلي ما أنت نكن موسى بيحيي كروح ديسة فيل الشودة فيل الشودة مشي كرو ويبديهين هرنا وانو شاقي هرنا وانو شاقي وحن ما أنت نو تاقن لا لا ينو تاقن إلا ينو دلكينا وحن وصو صاري او يدي يدي اي سيقي يشكي مقانا يسايي سايبان هشيسكو يهين بلا شرعي اه بلا نظام اه وحين يقدر انت عرك انه سو دولي قوان كايز وسو يريين
قرأ شنطة حبنود وسومك عابين أيا كدرن ديالك هو التنو هايسو كاساك خطر سن وامد إنا كالدرية وامد سومالات بربرينية وحن شيئية رقم إلها مغمرية حتى ناسولين حتى ناسولين معارضكو وارقي حتى وسويرجي إيه تناسلي وهاي البابك كحيرا ما إنا ليه تناسلة رقها بين شرما رقها بين شرما لكن او كاكيتانا دور الشمل حوينو دو كاكادا موشاني هذيك كاين وين وينكا كاكاو دور شدي ملحوينة او لسلو غاليحي او وقتو داعي سيدي عادل هانجلتي اي داعي كوشينو مارك هذيك كاين وين ورطو شنة تصاينو بالاوري ورسامي سعيد علي وراك ورباهيتي اس بي سي مقالة هرقيزة مدوني ساين عاد حلو هشور لما باهي هاكا انترنت سيدا انترنت حوارة سرالي هابين يوم مالي download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho fiber optic samtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba Samtel. Adeeg sidaaba amaan. Samtel. Adeeg casriga ah soo geyn. Maxaa ka taqaan soo geyn? Adeeg soo geyn kayb soo wax kasto aad rabto. Ku iibada aad daada. Ka adeego. Adeeg soo geyn waa suuq furan. Waxaadna ka dhigtay maalinta application-ka Golis App. Haddaba raadi oo hadda kala soo deg Play Store ama App Store-ka mobile-kaaga. Golis App.